ما محمد مش موجود بكر، محمد الاول مش موجود. بدي اسمع عبد العزيز. انا عبد العزيز رح يتصل، بس قل لي بدي عبد العزيز. او ليه؟ لازم تقول لي، بقول لك شو بتعمل، اللي بدي استعين بصديق، بقول لك من هو الصديق، بتقول لي اخوي عبد العزيز. ماشي ايوه حضرتك. طيب يلا خلاص، ايه المشكله كانت معاك؟ لازم يسجلوها بيقطعوها بقى بالظبط. بعد ما هو ايه شو بتعمل؟ ها؟ يعني اتصل بعبد العزيز ما فيش رد يعني رديه بالظبط. مش سامع، مش سامع انا، مش سامع انا الرد اللي حضرتك بتقول لي. حضرتك يعني اديك اسم عبد العزيز ورقم التليفون بتاعه. ايوه حضرتك محمد السادس. محمد السادس عملك. طيب شو بنعمل؟ حضرتك انت مش فاهم السؤال. انا فاهم شو بنعمل؟ زي ما بقول اتصل بصديق، ما هي المشكله فيها غير كده. طيب بعد التفكير شو بتعمل؟ بعمل مهندس معماري. انا فاهم الوضع. اسمع يا حبيبي، انت حبيبي مش عايز سؤال لزميل صديق. خلاص هتتصل بصديق بيقول لي بتعمل ايه.